السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جديد في فيديو جديد، وهذه المرة من مدينة كاستياغو. كيف تشوفوا الخلفية؟ عرفوش تبان ولا لا، سبتة ومحتلة راه هي الخلفية. المهم غادي ندير واحد الفلوق على هاد المدينة هادي وعلى هاد الزيارة اللي درت، ولكن قبل غادي نخصص بعض الدقائق باش نتكلم على الظاهرة ديال المحتوى والنسخ. حتى انا بدوري قررت باش ندير فيديو بحالي بحال جميع الناس، اغلب الناس، بعض الاصدقاء. هي مبادرة جات من قناة الاخت مولاة الماسك الحقيقة في دقيقة، واللي تكلمت في هذا الموضوع وعطاتو واحد الحيز زماني مهم، وبغات الفكرة تنتشر، وماشي غير هي، كامل يبغينا هاد الفكرة تنتشر وتعمم، وكل شيء يشارك في هاد الحملة هادي باش نحاربو داك المحتوى العافن، المحتوى الموسخ. لأن للأسف هادشي اللي كنشوفو ولا ظاهرة معرفتش، كتسئلينا بزاف، كضرنا بزاف، وشنو كنستافدو منها؟ شنو الاستفادة ديالها؟ هذاك الشيء، هذه الحمله هذه جات في وقتها باش نديروا واحد النقطه نهائيه لهاد الفضائح، هاد الروينه اللي وقع. كنشوفوا الصراحه، نهضر على راسي، انا ما كنشوفش داك الشيء، وما عمري دخلت من هاد القنوات اللي دايرين هاد الروينه ولا هاد السبان ولا هاد العنف ولا اصلا علاش غادي نضيع انا وقتي وندخل نتفرج فيه؟ الوقت ديالي انا تامين، بقيت الا ندخل نتفرج انا في المدابزة ولا وهضر فيا نهضر فيك وفي السحر والشعوذة وزيد وزيد. بزاف بزاف ديال المحتويات فاسدة، ما عندها حتى شي قيمة، ما عندها حتى شي اضافة اللي تضيف لينا. علاش نضيع انا الوقت ديالي ونمشي نتفرج فيها؟ نمشي نشوف شي حاجة فيها الفايدة على الاقل، نمشي نشوف الاصدقاء ديالي اللي عندهم القنوات ديالهم اللي يحتاجوا تشجيع المساندة. شي واحد بادي، شي واحد عنده محتوى نقي ومزيان ومعروف، سواء ثقافي رياضي ديني ديال الرحلات الاصفر، اعطى الله اعطى الله ما يتشاف. كيفاش نبقى نمشي تابع هذا قال وهذه قالت وهذا مشى دار وهذا؟ انا ما فهمتش داك المحتويات الهابطه اللي ما عندها حتى شي قيمه، واللي ما كنفهمش انا اكثر علاش عليهم اقبال كثير. الطريقة لا ما تصورهاش كيفاش كاين عليها الإقبال. هذاك الشيء ملي كنراجعوا الأنفس ديالنا اش كنلقاو؟ راه العيب فينا حنا ماشي فيهم، هما عندهم كيتحملوا المسؤولية ديالهم، ولكن حنا اللي كبرنا لهم الشان كما كيقولوا، حنا اللي عطيناهم قيمة باش ديك القنوات ديالهم يطلعوا ويحتلوا مراتب كبيرة وأولى على شي محتوى اللي ما عنده حتى شي معنى نهائيا. إذا خصنا نحاربوا الأفكار ديالنا، نتغلبوا على داك الفضول ديالنا. كتشوف واحد العنوان قدو قداش، هذا طلق هادي ولا هادي ما عارف خطبات هذا ولا، لان اصلا انا واخا كنهضر في هذا الموضوع من خلال غير العناوين اللي كنشوف، لان ما كندخلش. ملي كتلقى هذا داير موضوع على نفس الشيء وهذا داير الموضوع على نفس الموضوع وهذا، حتى كتقول شي حاجه ماشي هي هذيك، ماشي طبيعيه، كلشي كيتكلم. انا كناخذ الفكره غير من العناوين ومن الحمله اللي كاينه، لان اصلا انا ما كندخلش باش نعرف، ولكن انا داكشي كيضرني في خاطري. كنسمع الاصدقاء ديالي كيديروا فيديوهات على هادشي، كيقول لك لا داك المحتوى ما مزيانش، خاصنا ما نتفرجوش، خاصنا نحاربوه، خاصنا نديرو. عندهم الصح، وانا كنشوف داك العناوين انا قدرتش ما كيحضروش الاسماء دابا، ولكن الكوارث، فلانه طلقوها على راجلها، ما فهمتش انا، هادي كدير هادي كتفعل، باش غادي تفيدنا؟ انا كنقول باش غادي تفيدنا؟ علاش حنا كنمشيو لذوك العناوين ونبغي نتفرجوا؟ انا نعطي واحد المثال اللي انا كنشوفو دابا حاليا هو اللي نقدر نهضر فيه. مثلا مؤخرا الظاهره ديال الميلودي، عادل الميلودي، انا هذا غنعطي غير مثال، هذا فنان كثر عليه القيل والقال. انا الصراحه كنت كنسمع له كمغني، ولكن مؤخرا بزاف ديال الهضره عليه، اولادو ها كيسب هذا كيسب هادي كيسب، وناضوا الناس كلشي ولا يهضر على الميلودي، حتى اللي ما كيعرفوش ولا يهضر عليه. الميلودي راه هو اللي مستافد من هاد التخربيق هذا،
هو اللي مستافد هو الاول، لان عجبو داك الشيء وعجبو الاسم ديالو قمت داول، اللي ما كانش عارفو الدخول عنده بقى يعرفو بقى يشوف. ولكن الناس بغض النظر على المحتوى ديالو ولا انا الغناء ديالو، ولكن داك الشيء اللي كيدير في اللايفات هذاك شتو شتي شي حاجه، ولكن كيجي الناس ويبقى يهضر ليه، هذا يهضر عليه هذا يهضر عليه، بس استفدنا بهاد الهضره عليه مثلا كلشي علاش اش كنستافدوا؟ انا بالنسبه لي اش كنستافد؟ انا عندي اصدقاء هنا في الفيسبوك عندهم قنوات ديالهم والله العظيم عزيزين عليا، وكنتفرج لهم في المحتوى ديالهم، المحتوى ديالهم نقي، ولكن النهار اللي لقاهم كيهضروا على الميلودي ولا على شي واحد اخر وداكشي والله ما كندخل لهم من العنوان ما ندخلش، اصدقاء ديالي راه كنعرفهم وعزيزين عليا، نتفرج لهم في اي حاجه الا فهاد منين يبقى يهضروا على عباد الله ولا يجبدوا شي واحد، علاش انا نطلع القناه ديالي الدار ديال شي واحد بالاسم ديال شي واحد كان مزيان ولا كان خايب؟ مازال كاين مزيان نساندو ونهضروا عليه وكذا ونديروا الاشاره وهانيه، ما كاينش شي حاجه كيهضر في التفاهه ها هي حتى الكلمه واش تخرج لي التفاهات، نجي انا نعطي قيمه علاش؟ انا عطيت نموذج واحد بغض النظر انا ما عندي حتى شي مشكل دابا راسو هذوك المشاكل العائليه ديالو يحلوهم من راسو، هذا انا ماشي شغلي، ولكن علاش نهضر انا في هادشي؟ ما عنده حتى شي قيمه، ما عنده باش يفيد، على داكشي الله يرحم الوالدين اللي شاف هاد الفيديو، بغيناهم يتكرروا هاد الفيديوهات بحال هكا، بغينا نحاربوا هاد الظاهره، لا للمحتوى الوسخ، ورينا اش عندك، دير اي حاجه ديالك كيف ما بغا تكون بسيطه مجهده هكا، شي حاجه ديالك، ما تهضرش على التفاهه، ما تهضرش على الوسخ، ما تهضرش على عباد الله، ما ناخذش انا الذنوب ديال شي واحد اخر نطلع نحيد له نعطي حسناتي وندي السيئات ديالو انا كنهضر عليه، علاش اولا عليها ولا شكون ما كان، نديها في سوق راسي ندير شي حاجه اللي نظيفه، لان يعني تحاسب انا على هادشي، وهذاك الشيء كنقول لكم حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، خليو عليكم البشر دبر راسو اللي بغا يدير شي حاجه يديرها، وواحد الحاجه انتوما ما تدخلوش من تلقاو شي حاجه خايبه بحال هكا انتوما ما تدخلوش، لان بالدخول ديالكم هما كينجحوا، النجاح حرام في حرام، هذاك النجاح ولا هذاك الارباح ولا شكون ما بغى يكون عندهم راه حرام حرام، ولكن نتوما كتزيدوا تساهموا في الحرام، علاش؟ ما تدخلوش، انا كنوجه النصيحة ليكم نتوما قبل هذوك صحاب القنوات، نتوما ما تدخلوش، لو انت وانت وهذاك وكلشي ما بقاش يدخلوا، كون متأكدين هما غادي يغيروا من الطريقة ديالهم، عرفوا بأن هذاك الأسلوب ما ناجحش، ما عندوش حتى شي قيمة، ولكن بما أنكم كتدخلوا نتوما كتشجعوهم. كيزيدوا يطوروا كيزيدوا الاخر، ربما كيخترقوا الاكاذيب وهذا وهذا، وبيناتهم يمكن الاتفاقات بيناتهم، ولينا في ذاك الشغل ديال الجاهليه ما فهمتش انا ذاك التخربه. اذا هذا نداء موجه لكم، حتى انا بالدور ديالي درت هذا الفيديو كما داروا الاخوه اللي قبل مني واللي يديروا من بعد، كنتمنوا نحاربوا هذه الظاهره، ما تبقاوش تدخلوا تفرجوا ذاك المحتوى الوسيخ وداك الناس اللي ما عندهم حتى شي فائده اللي ما كيعطيوني حتى شي حاجه اللي مقابلين غير هضر فيا نهضر فيك سبني نسبك باش يطلعوا القنوات ديالهم باش ما فهمش والله ما واخا انايا ما نهضر في هادشي ما انا اصلا ما فاهم والو في هاد التخاربيق، كيفاش واحد عاقل عنده العقل ديالو يكون كيف ما بغى يكون ويدخل يتفرج ليا في ناس موسخين؟ علاش انتوما ما تفرجوش، انتوما حاربوا داك القنوات ما تدخلوش، وتاكدوا النهار ما تدخلوش غادي يطيحوا، حتى بعض الاذاعات اللي او القنوات اللي كيسموا راسهم صحافه، قناه ما نذكر الاسماء راه معروفين، شوف فيا نشوف فيك ولا هذا، مواضيع تافهه كيجيبوا عليهم اقبال غريب غريب والله يا غريب، والغرابه هي حنا اللي مشجعينهم، حنا اللي كنعطيهم ذاك القيمه، وحنا اللي ممكن نحاربوهم، كتلقى واحد كيضرب تماره كيخدم كيسافر كيتحرك، ابسط مثال وحده غادي دير موضوع على الطبخ بطيب الحوته ولا غير الحرشه خسره فيه فلوس، ودايره مجهود وخدمه وتليفون وصور وكاين اللي يصور فيها وكاين اللي يعاونها وكذا كذا، هذيك دايره مجهود، كيف ما بغات تكون هاد البنت دارت مجهود، حنا كنهضروا شي حاجه اللي كتبان بسيطه غير ما حتى شي حاجه ماشي بسيطه، هذيك اللي دير الحرشه مسكينه وديرها وتصورها وتلوحها في اليوتيوب، هذيك انا نساندها اكثر من هادو، هذيك دارت مجهود الفكره ديالها كلشي كيدير الطياب كلشي كيدير، ولكن هذاك بغات تخدم على دراها وبيدها وتقدم واحد المحتوى اللي مزيان، انا هذيك نشجعها وندخل نتفرج بالحساب الاول والثاني ونبارطاجي انا الفيديو ديالها والدنيا هانيه، هذيك تستافد، انا عطيتها مثال بسيط، تستافد الناس بحال هكا هذوك اللي يستحقوا، ماشي واحد انا ما فهمتش.
السبال المعيور، الهضره الطايحه، الهضره الخايبه، الله يهدي ما خلق. كنتمنى الرساله تكون وصلت وخطوت شويه. تبارك الله عليكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.